أهلا بكم. الحقيقة أن الوضع الاقتصادي في مصر يبقى هو التحدي الأكبر أمام أي حكومة والتحدي الأكبر أمام أي نظام. بدون تقدم في الوضع الاقتصادي عندنا مشكلة، ولن تنجح لا الثورة دي ولا اللي فاتت ولا أي ثورة أخرى. البنك المركزي في الفترة الماضية حتى في خلال حكم مرسي الحقيقة أن هو استطاع أن يبقى سوليد، يبقى صامد، واجه عقبات كتيرة جدا، واجه محاولات لاختراقات إخوانية وقف قدامها، واجه محاولات لتسييس وقف قدامها، والأهم إن هو قدر يمشي المركب في وقت كانت الأمواج عاتية جدا، كان في نقص كبير في الودائع، السوق السوداء، وده الحقيقة كان بقيادة لهشام رامز وبالطاقم العمل اللي اشتغل معاه. الآن أمامه مواجهات أخرى، عنده وضع آخر برغم إن في مساعدات من دول عربية، لكن لا يمكن الاقتصاد أن يبقى مستمرا فقط بالمساعدات. عنده تضخم، عنده بطالة، عنده ارتفاع في الأسعار. كل ده ما نقدرش نفصل السياسة النقدية عن كل السياسة الاقتصادية. كيف ينظر هشام رامز محافظ البنك المركزي للسياسة الاقتصادية، للوضع الاقتصادي في مصر؟ ازاي نقدر نخرج؟ ايه المبادرات اللي هما بيطرحوها؟ ايه الفكر الاقتصادي للخروج من هذا المأزق؟ صانع السياسة النقدية، لاعب مهم جدا في السياسة الاقتصادية في العالم كله وليس فقط في مصر. استاذ هشام اهلا بيك. اهلا بيك زميلي. خليني ابدا برؤيتك للوضع الاقتصادي المصري. انت شايف احنا فين دلوقتي؟ ايه التحديات اللي قدامنا؟ طبعا احنا قدامنا تحديات كبيره جدا، والتحديات دي مش وليده النهارده، وليده اخر 3 سنين. احنا داخلين تقريبا على 3 سنين من عدم الاستقرار، اللي هو عجله العمل ما عادتش بالقوه اللازمه، فبالتالي طبعا دي تحديات. لكن النقطه المهمه اللي الواحد دايما بيسال نفسه فيها، هل التحديات دي نقدر عليها ونقدر الاقتصاد يتحرك؟ اي نقدر، وفي طرق كثيره ان احنا نحرك الاقتصاد. ابتدى يتحرك، هل التحرك اللي ابتدى ده كافي؟ لا مش كافي. هل هي سياسه دوله فقط ولا الشعب نفسه لازم يشارك؟ لان ده اقتصاد بلد. نعم. مش بالشخص ولا وزير ولا رئيس هو اللي هيحرك اقتصاد. الاقتصاد ده كلنا كفريق واحد بنحرك بلدنا في الاتجاه الصحيح. طبعا لازم السياسات تتحط السليمة اللي هي تشجع الناس انها تشتغل وتستثمر، وبالتالي الاقتصاد يتحرك. البوتنشال بتاع مصر كبير جدا، ودليل ان احنا لسه الناس كلها حاطه عينها على فرص، ان اول ما الدنيا تبتدي تتحرك ان يحصل استثمارات في البلد. طب لو قارنا مصر بالعالم انت شايف ايه يعني؟ تمام. احنا فين بالظبط؟ اللي انا عايز اقوله ان العالم كله في مشاكل كبيره جدا. عشان ما نفتكرش ان احنا لوحدنا اللي هنا في مصر عندنا مشاكل. انا بتكلم على العالم بمفهومه الواسع. ايه الثلاث حاجات او الحاجات الاساسيه اللي كل اقتصاد بيبص عليها؟ اللي هو النمو عامل ازاي، بيبص على التضخم، بيبص على البطاله. البطاله دي اخطر حاجه تواجه اي دوله. النمو لما يكون ضعيف دي طبعا ما بتخلقش فرص عمل. التضخم بيصعب الحياه جدا على الناس، وبيلتهم الدخول. طيب، وهنقول في الاخر خالص ايه كمان، مش الحلول بس، ايه امكانياتنا اللي احنا ممكن نستخدمها لان حرك بيها الاقتصاد، اللي احنا ما بنستخدمهاش بسبب الخوف، بسبب الانتقاد، بسبب الاراء المختلفه الكثيره دي. يا ريت تفتكر نقولها في اخر الحلقه. ايه الحاجات اللي احنا امكانيات اللي موجوده عندنا في مصر واحنا ما بنقدرش ولحد دلوقتي ما استغلناش استغلال سليم، عشان اخطاء حصلت سابقا. فزي بتقول ايه، ما دام حصل غلطه قبل كده ما نجيش جنب الحته دي خالص. وهنقولها. طيب لو بصينا مثلا كمثال على النمو في بلد زي امريكا، بنتكلم على 1.6 1.6 يعني، بس امريكا في نهايه 1.6 بتاعت امريكا غير بتاعتنا. لا بس بنتكلم عن النمو اللي هو عايز يبقى معدل اكتر. بنتكلم مثلا على وضعها كويس، البطاله عندها كام في الميه؟ تقريبا 7.5%. بنتكلم على المقارنه بحجم الدين للناتج القومي بتاعها 74%. بنتكلم على الدين الخارجي مقارنة بالناتج القومي بتاعها 101%. وهجيلك مصر احنا كام؟ طيب هسيب امريكا واقول لك مثلا على دولة زي انجلترا. انجلترا النمو بتاعها لا يتعدى 1.3%. التضخم عندها 2.7%. طبعا التضخم اقل مننا كتير البلاد دي، ودي ميزة. عنده برضو تقريبا داخل على فوق 7.5% بطالة.
الدين المحلي مقارنة بالناتج القومي بتاعه تقريبا 90%. الدين الخارجي، بس الدين الخارجي ده داخل فيه الدولة السندات لا داخل فيه الدولة والشركات وكل حاجة 434%. اوكي، هتيجي دولة زي اليابان الدين المحلي للناتج القومي 214%. طيب منطقة اليورو اريا كلها البطالة فيها وصلت 12%. تمام. اوكي؟ طيب تعالي بقى على فرنسا، البطالة وصلت فيها 11%. الدين الخارجي للناتج المحلي 229%. ودي دولة زي فرنسا. الدين المحلي للناتج القومي 90%. عشان احنا بنقول الارقام عندها كبيره، فعلا الارقام عندها كبيره ومش مريحه ولازم انها تنخفض، بس بقول لك العالم كله برضه واصل ليه. تعالي بصي دوله زي جنوب افريقيا. جنوب افريقيا تتميز عندنا ان النمو بتاعها 1.8، التضخم بتاعها 6.5% فقط، لكن عندها حاجه خطيره جدا، عندها البطاله 26%. وده بسبب ودايما طلعت عارفه ان جنوب افريقيا غير امنه والى اخره، لان البطاله ده موضوع خطير جدا، وده من ضمن لازم نيجي نعمل خطة اقتصادية من ضمن أهدافنا إن إحنا نخلق فرص عمل. ده حاجة مهمة جدا. هنيجي بلد زي طبعا مش اليونان وأسبانيا طبعا دول متعسرة، عنده بطالة 28% وأسبانيا عندها كل بطالة في مصر بقى. 27%. في مصر أنا عندي النمو بتاعي 1.5%، وده قليل جدا. أنا البوتنشال بتاعي وأقدر أوصل لإيه، المفروض أوصل لغاية 5.5-6% الكاباسيتي بتاعتي ان انا الاقتصاد ينمو فيه. الحاجه اللي عندي التضخم اخر حاجه الرسمي بنتكلم على الهيدلاين تقريبا 10.1% 10%، وده برضو بس رقم. التضخم الحقيقه اعلى من كده، ده التضخم اللي هو متقاس على الباسكت الضعيفه بتاعه الاسعار. تمام، انا بتكلم على التضخم الرسمي، بس هنتكلم على التفاصيل. هي 10% فعلا، لكن هكلمك على التفاصيل. لا، في سلع طلعت بارقام كبيره وهقول لك عليها في الاخر. بنتكلم على البطاله اللي هي الرسميه، الارقام الرسميه 13.5% تقريبا، 13.3. ده رقم كبير كبير، يجب علينا ان احنا نعمل جديا ان احنا نخلق فرص عمل. نخلق فرص عمل يعني نخلق استثمار ونشجع الاستثمار ونحط القوانين اللي تشجع الناس وكل الكلام. طيب الدين المحلي للناتج القومي بتاعنا احنا بنتكلم على تقريبا في حدود 82%. لو بنتكلم على الدين الخارجي للناتج القومي بتاعنا مقارنه بالدنيا كلها بالقطاع الخاص بكل حاجه بنتكلم على 17% من الناتج وده القومي. نسبة بأقل نسبة، عشان كده الناس بتقول لك انتوا بتستلفوا ومش، لا احنا بنستلف طبقا للنسب معايير العالمية. احنا نعتبر ما نعتبرش ايه يعني. فاللي انا عايز اقوله ان العالم كله عنده مشاكل اقتصادية، بس العالم كله بيعمل على حل هذه المشاكل الاقتصادية، واحنا كمان بنعمل على حل هذه المشاكل الاقتصادية، مع الفارق الكبير بيننا وبين العالم ان العالم كله ما كانش عنده ثورة. اليونان ما كانش عندها ثورة، احنا عندنا ثورتين، بس اليونان كان عندها اضطرابات، اضطرابات بسبب المشاكل الاقتصادية. لكن احنا كان عندنا ثورة، ده تغيير في دولة، في حاجة بتحصل كل تاريخية يعني. لكن رغم هذا الاقتصاد المصري ما زال فانكشن، لسه بيشتغل، ودي تعتبر تدينا امل ان احنا لو بذلنا مجهود اكتر الدنيا هتبقى احسن كتير. هل الواحد ونص دي نقدر نعملها يعني 3.5 زي ما الحكومه فوركاستنج؟ انا مش عايز اخش في التوقع بالنسبه للحكومه، توقع النسب اللي هي متوقعه ايه، مش هي دي اللي انا عايز اخش فيها، لكن احنا ممكن طبعا. تليفونك بيرن على فكره، وفي حاجه بترن في له. طيب يعني مش عايز اخش في توقعات في الحته دي، لكن انا يهمني انا اقدر اوصل لكام كدوله، مش السنه دي لكن اتجه لكام. احنا وصلنا 7% في وقت من الاوقات، وصلنا احنا نقدر نوصل لو انتظمنا. طمني على الودائع الاول، خلينا نتكلم على الريزيرفز والودائع المصرفيه. الناس عايز تطمن على ودائعها جوه البنوك، هل الودائع في ازدياد؟ وضع القطاع المصرفي دلوقتي ايه؟ اقول لك وضع القطاع المصرفي، احنا بنتكلم مثلا، ودي نقطة مهمة وهكلمك كمان على حاجة مهمة اللي هي القروض، عشان الناس كلها بتقول لك البنوك ما بتسلفش، البنوك ما بتعملش، مش عارف ايه، اللي هي الكلام اللي بنطلع برضه نقوله كده. انا هقارن لك مثلا اجمالي الودائع في الجهاز المصرفي في يناير 2011 وقت الثورة كانت 936 مليار، ده مصري واجنبي.
936 مليار جنيه تقريبا. في اغسطس اللي فات 2013 اجمالي البدائع 1,200,000,000,000. يعني احنا بنتكلم على زياده تقريبا 29.5%، 277 مليار زاد. فالجهاز المصرفي الودائع زادت ما قلتش زي ما الاشاعات بتقول، بل بالعكس بتزيد. لو جينا للودائع بالعمله المحليه، يناير 2011 كنا 725 مليار جنيه اجمالي الودائع دولار ومصري وكل حاجه، سوري اجمالي الودائع بالجنيه المصري. حاليا اجمالي الودائع بالجنيه المصري في اغسطس 2013 916 مليار جنيه، يعني نتكلم على 26% زياده، 26% زياده. العملات الاجنبيه الناس بتقول الفلوس مش عارف ايه ومفيش، الدولار طلع والدولار راح، طبعا في فلوس اتحولت بره كتير، لكن كنا الاجمالي بما يوازي بالجنيه المصري 211 مليار جنيه في يناير 2011. اخر حاجه في اغسطس 2013 297 مليار ونص. بس ده في انخفاض في القيمه ليه؟ لان هو 211 ده كان مقيم ب 5 جنيه. لا كنا بنتكلم على وقتها تقريبا قرب 6 جنيه. دلوقتي 7 وكان 7 لا 6 جنيه وبالتالي انا بحسب على السعر الرسمي 6 جنيه 6 جنيه و90 قرش. يعني حتى لو عملتي 10% زياده، الزياده عباره عن 40%. من 211 ل 297 مليار، ده بنتكلم على زياده 40%. طيب خلينا اسالك، الدولار ما طلعش بالكلام ده كله. القروض بقى نسبتها قد ايه للودائع؟ اقول لك القروض، احنا كان القروض في يناير اللي هو كانت الدنيا شغاله والاقتصاد شغال كنا 465 مليار جنيه مصري ودولار بالمقابل، احنا حاليا 550 مليار، يعني طلعنا 18. النسبة كانت 52 على ما اعتقد. احنا بنتكلم النسبة بتاعتها ما زالت قليلة، ده معناها ان لسه في سيولة البنوك. نعم هيقول لك السيولة محطوطة في الأذون والسندات وكده، وده طبيعي ان البنوك لما بتلاقي احنا جايبين النسبة 46%. طيب خليني اسألك على المساعدات العربية، جات لنا 7 مليار دولار في شكل ودائع أو منح أو ما إلى ذلك، 7 مليار دي عملنا بيها إيه؟ طبعا 7 مليار دولار دي بتفرق معايا ان هي بتزود لي الاحتياطي بتاعي. بس 7 مليار فيها مليار الامارات ادتنا 3 مليار، مليار منحه و2 مليار وديعه 5 سنين بدون فايده. فالمنحه دي بتخش دي عشان تظبط العجز الموازنه على طول مباشره، بس بتزود لي الاحتياطي بتاعي بالدولار. ف7 مليار دي اوتوماتيك زودت لي امكانياتي كاحتياطي بالدولار. طيب. وبالتالي بتساعدني كطويله الاجل، بتساعدني ان انا اقدر امشي اقتصادي بالنسبه لاستيرادي واحتياجاتي الاستراتيجيه كمان. هل ال 7 مليار دي كانت واستقرار، اولا الاحتياطي بقى كام دلوقتي؟ احنا بنتكلم على 18.9 تقريبا. هل وصولك للرقم ده هو اللي خلاك تخفض او يعني تنصح البنوك بتخفيض سعر الفايده؟ ده ماليش علاقه خالص. لا موضوع الفايده ملوش اي علاقه بموضوع الاحتياطي بتاعي كام. موضوع الفايده ده بيبقى على حسب حركة التضخم نفسها. هل التضخم انا شايف ان احنا التضخم هيطلع اكتر بمعدلات كمستقبل اكتر ولا لا؟ لو مش هيطلع اكتر يبقى انا بهتم ان انا احفز النمو، لان انا عندي حاجتين، انا عايز ان انا اسيطر على التضخم كسياسة نقدية وفي نفس الوقت احفز النمو بتاع الدولة. كل ما الاسعار الفايدة بتنزل كل ما النمو والاقراض وكده تكلفة الاقراض بتبقى اسهل ان الناس تقدر تشتغل وتستلف وتتحرك وتنتج، فمالهاش علاقة بالاحتياطي. اول ما خفضت الفايدة ده بالتأكيد بالنسبة للعجز خفض العجز على طول ب 30 مليار على ما اعتقد. لا احنا ما نزلنا فايدة، احنا نزلنا فايدة تقريبا على اجتماعين تقريبا 0.5% ونص يعني 1%. السوق بقى السوق جات له ثقة بعد يعني ابتدى في ثقه في السوق، فابتدت الاسعار الفايده نزلت على الاذون والسندات في حدود 3.5%. ال1% بيفرق مع الحكومه تقريبا 10 مليار جنيه، يعني بنتكلم على 35 مليار كتكلفه، لان تكلفه الفايده عاليه جدا، خدمه الدين عاليه جدا، الدين عالي. هل انتهت هل قضيت على السوق السوداء بالنسبه للدولار؟ من الواضح انه كذا عطاء ورا بعض، منهم عطاءات كانت ضخمه جدا، قدرت تعمل كذا ضربه للسوق السوداء، نقدر نقول ان السوق السوداء للدولار انتهت في مصر؟ هقول لك ان السوق السوداء يعني اللي موجوده دلوقتي اللي هي الحاجات الغير رسميه، يعني اللي هي غير رسميه بمعنى اللي هي الاستخدامات الغير رسميه، لكن ما اقدرش اقول ان انا انتهت نهائيا، لكن اقدر اقول لك ان هي وجودها قليل جدا. هتنتهي نهائيا لما يبقى نرجع تاني السوق نفسه كله يبقى الثقه بتاعت ترجع. على فكره مش انا اللي قضيت على السوق السوداء. يعني انا استخدمت ادواتي
ان انا اقدر ان انا احجم السوق السوداء وامنع ان الدولار يصعد الصعود اللي احنا مره اللي ايه صحينا الصبح كان شغالين سوق السوداء ب 7 جنيه و40 قرش. كنت مسافر يومين شغل لقيتهم بيكلموني في التليفون بيقولوا ده وصل مش عارف 8 جنيه وحاجه. مش قلت لهم ليه حصل ايه؟ ما حصلش حاجه، اشاعات وبيلعبوا في السوق. لكن قدرت انزل على السوق كذا مره ادي احتياجات السوق. نزلت مره ب 600 مليار ب 600 مليون ومره ب 800 مليون ومره بمليار و300. طبعا دي اما الناس تاخد احتياجاتها خلاص. الخطوه الثانيه بقى كان الافراد، انا عايز اطمن الافراد اللي هو الراجل اللي داخل عايز ياخد 5000 دولار ولا 2000 دولار وعشان دي تعليمات البنوك. الناس دي اديله اللي هو عايزه، مش لازم تعمل معاه تحقيق. انت راح فين وجاي منين، وريني الباسبور. طبعا خلي بالك ان في بعض الناس يحبوا قوي ايه اهميه الموقف يعني. فاديته تعليمات البنوك، انت عميلك عارفه اسمها نو يور كلاينت، فخلاص انت عارف العميل بتاعك محتاج 5000 دولار مسافر، اديله اللي هو عايزه. فابتدت الناس تاخد احتياجاتها، فالناس ابتدت ما تخافش، ابتدت الناس ادينا تعليمات اخرى. طلعت قرار تاني قلت اي حد يعتبر من 1 اغسطس يبيع اي كميه دولارات جوه البنك وعايز يشتريهم تاني يبقى له اولويه ان البنك يبيع له. فالبنك دلوقتي انت لميس رحت داخل باعي على مبلغ، فجيتي بعد شهرين ثلاثة محتاجة الدولار ده، البنك يديك أولوية إن هو يبيع لك الدولار. وبالتالي الترانزاكشنز على الدولار رجعت تاني وزادت على الدولار. فالناس بدأت تجيلها ثقة، فاللي موت السوق السوداء الناس نفسها لما جالها ثقة تاني في إن السيستم اشتغل تاني. فده اللي موت السوق السوداء، أنا بساعد إن أنا أدي الثقة. الفترة الجاية هيبقى ليا طبعًا تدخلات. وتدخلاتي دايما بتكون في وقت غير متوقع. لكن انت مش بتستهدف باستخدام هذه الادوات الدعم الجنيه مقابل الدولار؟ لا، انا فكره ان انا ادعم الجنيه ولا الكلام ده، انا يهمني ان يكون السوق بيشتغل كعرض وطلب وسعر عادل. فانا ارى ان السعر اللي بيحصل دلوقتي هو ده السعر المتوازن والعادل، لكن انا مش عايز ان انا اطلع اقوله بقى ايه انا عايز انزل الدولار ولا وضعف الدولار وقوي الجنيه، مش هو ده الهدف بتاعي. لكن الهدف بتاعي ان ما يحصلش الناس تضرب على العمله مضاربه ليس لها معنى. في حاجه اسمها طلب وعرض، لو انا مغطي الطلب يبقى اكيد في توازن في السوق. امتى هترفع سقف التحويلات الدولاريه ال 100,000 دولار؟ والحقيقه انا كنت عايز اخد القرار ده يعني في مفاجاه، فانت كده بتزنقيني في اجابه. ايوه. لا، احنا ان شاء الله ناويين ان احنا نفتح بالنسبه التحويلات كلها للشركات للبزنس والاعتمادات وكده مفتوح. لكن الافراد الحقيقه طبعا احنا خدنا قرار وقت الثوره، كانت تاخد قرار ان اقصى حاجه حول 100,000 دولار، وفضلت على هذا الحال لمده طويله جدا. ان شاء الله اعتبارا من اول يناير هنفتح تاني ان الناس يقدر يحول كمان 100,000 دولار لغايه ما نفتح خالص ونسيب يعني 100,000 اخرى اضافيه. طبعا كل يبقى عنده في السنه ان هو لانه الناس خلال ايه خلال السنه احتياجاته الفرد العادي احتياجاته تبقى ايه. لو واحد شاري ايه بيتعلم مثلا بره، لا خلي بالك التعليم دلوقتي لا، كل فلوس التعليم بتدفع. يقدر يحول اي حاجه عنده ابنه بيعلمه، بيشتري حاجه، بيتعالج، العلاج كله بيتحول، مفيش ممنوع في العلاج. يعني العلاج ده من وقتها بيدي تعليمات شديده، ولو اي حد بنك جه قال لك لا بالنسبه للعلاج ولا الكلام ده كله، لا دي طبعا شكوى للبنك المركزي وساعتها هيبقى. لكن ما بيحصلش، البنوك بتدي للعلاج، بتدي للتعليم، واحد بيعلم ابنه ولا بنته مش هحولهم فلوس؟ فده موجود اوريدي. فهنبتدي نفتح خطوه بخطوه لغايه ما السوق يرجع لطبيعته زي الاول، الناس تبيع وتشتري وتشعر بالاطمئنان ان اموالها في مصر امنه. واللي حصل دلوقتي كمان احنا مواردنا زادت. موضوع المليار و300 مليون اللي انا بعتها، انا بعتها في الشهر اللي انا رجعت القطر فيه 2 مليار دولار. فالناس كلها قالت الله ده راجل يعني راجع مليار 2 مليار، جالي 2 مليار في نفس الوقت من دوله الكويت. بس كان المفروض انا بايع مليار و300، غير ان انا بايع كمان 500 مليون دولار للانتر بانك اللي هي العاديه اللي بعمل الاوكشنز العاديه، يعني بايع بس كده غير البترول. طبعا اصدقائي بتوع البترول، طبعا صديقي وزير البترول سامع، بياخدوا مني كل شهر مبلغ محترم. صديقي وزير التموين بياخد مني كل شهر مبلغ محترم. طب وليه وزير البترول بياخد منك ليه؟ مش بتجيله بس بتجيله منح كثيره يعني من الدول العربيه؟ لا بس دلوقتي ابتدى يعني اقل، لكن عموما فكنا دافعين باقيين على الاقل مليار و800 غير اللي احنا باقيينه للحاجات الاستراتيجيه الاخرى. والاحتياطي بتاعي نزل اقل من 100 مليون. طب انا جبت مليار و800 منين؟ انا جالي ايرادات اجمالي. انت نزلت ايه؟ 7 مليار، 7 مليون عفوا.
7.5 مليون. لا نزلت مليار و300 زائد 500 مليار و800 مليون دولار بعتها للسوق الانتر بانك نفسه. واحتياطي بتاعي نازل 100 مليون فقط. ازاي بقى عملت ده وما جيتش جنب اي حاجه من الودائع اللي انا جبتها؟ لان جالي ايرادات في الفتره اللي فاتت بالدولار، الناس ابتدت تبيع دولار. في من يومين في الجورنال بيقول لك الودائع الدولاريه نزلت في البنوك ب 600 مليون بما 600 مليون دولار، وعملوا هي قصه ومش عارف ايه. طب يا جماعه يعني بصوا بس بص الدولار ده نزل والمصري زاد. الناس باعت دولار، في ناس باعت دولار، الشركات ابتدت شركات معاها دولار، في شركات جديده كانت مخزنه دولار ابتدت تبيع عشان يشتغل لانه لقى فرصه انه يشتغل، ابتدت الدنيا تتحرك، فانا ابتدى مواردي تزيد من الدولار. طب بمناسبه الوديعه القطريه، بصراحه ما فكرتش مرتين وانت بتاخد قرار رد الوديعه القطريه، وانا فاكره انا اتصلت بحضرتك وقتها وقلت لك يعني انت عامل حساب الخطوه دي، والحقيقه ان السيد رئيس الوزراء في حوارنا معاه قال لي ولما يعني شرح لنا موقف وقال انا سندت موقف البنك المركزي، انت ما فكرتش مرتين وانت بتاخد هذا القرار؟ بص يا بيش، احنا الحمد لله البنك المركزي وده مش هشام رامز، ده مؤسسة قايمة، والمؤسسة دي دلوقتي وقبل كده وبعدية هتفضل طول إن شاء الله دايما عارفة التزاماتها كويس قوي. أنا لما كان عندي الفلوس بتاعت قطر وكان عارف إن إحنا لسه في إطار اتفاق ولقيت في تأجيل، أنا لم أستخدم هذه الأموال وكنت جاهز إن أرجعها في أي لحظة. مصر عمرنا ما تخلفنا على مديونية في تاريخنا كله، وهنظل كده إن شاء الله، وسمعتنا في الحتة دي ممتازه. وتؤكد ان مصر لن تتخلف عن اي مديونيه. لا يمكن اتخلف عن اي مديونيه، وعامل حسابي وهرجع لهم مليار دولار كمان. 500 في 500 في 3 دي سنة. انا لما جه في اتفاق احنا نحترم الاتفاق، انا ليس لي علاقه بالسياسه. ما بلعبش الحته السياسيه، انت بتتكلم معايا بيزنس، الاتفاق بيننا كان كذا، انا ما حاولتش اغير في الاتفاق رغم انه كان على 3.5%، واحنا جالنا حاجات من السعوديه والامارات والكويت بصفر وخمس سنين. كان عملنا جزء مليار قبل 30/6 اللي هي السند لمده 3 سنين، وكان ال 2 مليار دي المفروض تتعمل واحده في اغسطس، في اغسطس قال لك بس نستنى شويه، استنيناهم، جم قال لك لا احنا في الاول هنعملها على نعملها ودائع. قلت لهم ودائع انا مش عايزها، احنا في اتفاق تم. المهم قالوا لنا اوكي، ابعت لنا الناس بتوعك، بعت ناس من عندي في البنك المركزي على اساس انها بيمضوا الاتفاق، قال لك لا هنعملها على 6 أشهر. جزء 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 جزء. قلت لهم مفيش كلام، تكلموني الناس عندي، قلت لهم مفيش كلام. كان في تفسير صحيح قالوا لك مفيش سيوله؟ لا ما هو دي بقى في الاخر. فانا الحقيقه قلت لهم يا نلتزم بالاتفاق يا فلوسكم ترجع لكم. فجم قالوا طب هنعمل مليار دلوقتي ومليار بعد شهر. قلت لهم يا نلتزم بالاتفاق يا الفلوس ترجع. مصر ما حدش يعني احنا في الاخر احنا عشنا في اصعب من كده بكتير، مصر عاشت في اوقات انا ما كنتش موجود فيها يعني الحقيقه. ما كانش عندنا تمن نجيب ندخل مركب قمح. صح. وعدينا والدنيا قامت واشتغلت والحمد لله، واحنا وضعنا اقوى بكتير من الايام اللي انا بقول عليها دي. ولما لقيتهم احنا على اتفاقنا مش هننفذ الاتفاق بنرجع. انا عارف طبعا ليها ابعاد سياسيه، انا مش عبيط وفاهم الكلام ده كله، بس انا بتعامل كراجل بتاع اقتصاد يعني راجل اقتصاد. فرجعنا الفلوس لان انا لقيت ان فيها نوع من الاهانه ليا كبلد، والحقيقه ما كانش عندي تردد للحظه. هل لقيت رد الفعل ايه؟ يعني كانوا مندهشين مثلا؟ هم بس هم عارفين عني ان انا ما بقول حاجه بنفذها يعني، بس كانوا مندهشين، كانوا مش متصورين. والمليار الثانيه اللي هي ال 500 نفس الحاجه، بس هم كانوا عارفين بقى المره دي ان هي هيقولوا كده ونرجعها، فيعني ما خدتش وقت. حاولوا ان هم يوسطوا ناس، كان بيقول دكتور ببلاوي حاول يوسطوا دكتور نبيل العربي سيد وزير الخارجيه. مش معايا وزير الخارجيه الحقيقه، اتكلم معايا وكان راجل قال لي يا سياده محافظ انا بوصل رساله يعني مش عارف ايه. قلت له يا معالي الوزير الموضوع منتهي، يعني نفذ العمليه كما هي. قال لي لك حق طبعا، ده قرارك. طبعا معالي رئيس الوزراء اديته فكره ان انا خدت القرار ده، والراجل طبعا كان شايف ان ده قراري كبنك مركزي يعني. وما قلقتش ان ده ممكن ياثر حتى والكتل الفلوس الكويتي لسه ما جاتش، ما قلقتش ان احنا في ازمه وممكن محتاجين لا خلي بالك ان انا بتكلم على احتياطي دلوقتي، بتكلم على تقريبا قرب 19 مليار وانا شايف ان مواردي بتزيد. وبعدين في جميع الاحوال ما هو انا مش هاخد فلوس يقول لي انا هحطها معاك شهر ولا اتنين، دي ما بالنسبه لي بتبقى بنسميها خساره يعني في لغتنا بنسميها هوت ماني، فلوس سخنه ما اعرفش استخدمها. طب انا واخد حاجه عشان احط بس منظر ان انا عندي فلوس وانا حقيقه مش عارف استخدمها، فخلاص مش عايزها.
ولازم افكر في بدائل اخرى، ولازم ازود مواردي، ولازم ازود دخلي كدوله، ولازم اشغل البلد، لان زي ما انت قلتي في اول حديث انا مش هعيش طول عمري كدوله على المساعدات. الذي برضه عشان ايه نشكر الدول طبعا اللي هي، ونشكر خاطر ان هي وقفت معانا في وقت من الاوقات وقفه كويس، غيرت موقفها، دي حاجه ترجع لها. لكن نشكر طبعا الامارات بشده يعني، بالذات انها داخله بمشروعات كمان هي، ونشكر السعوديه بشده، ونشكر الكويت، لان الحقيقه الثلاث دول دول داخلين معانا مساعدات رغم كل حاجه. انت فتحتي موضوع بقى انا كان نفسي افهمه للناس، وهو ان الناس كانت دايما بتقول لك دلوقتي الاتحاد الاوروبي قال لك هنمنع عنكم الخمسة مليار يورو، والمش عارف في امريكا، أمريكا مش عارف ايه. وقفت معاهم. انا عايز اقول لكم حاجه، ان من يناير 2011 احنا لا خدنا جنيه من الاتحاد الاوروبي، ولا خدنا جنيه من امريكا، ولا خدنا جنيه من اي حد. لم يساعدنا احد في طول الفتره دي. فالتغيير اللي تم ده يعني، حتى ما هي انا استغربت من الاتحاد الاوروبي احنا نجمد الخمسة مليار، هي فين الخمسة مليار؟ هي جت اساسا عشان يعني نجمدها، ولا حتى اتكلمنا فيها يعني، يعني سمعنا عنها في التصريحات. فاللي هي الفلوس اللي هي بنسميها ايه، فلوس التصريحات دي، كانت كلها تصريحات بما فيها تصريحات امريكا، اللون جارانتيز والديت ريليف اللي اعلنها اوباما، مفيش حاجه بالكلام يعني. قصدي احنا ما تساعدناش في من اول 25 يناير لغايه النهارده. لكن مش برضو مش معنى كده ان احنا، معنى كده ان لازم طبعا لنا علاقه قويه بهذه الدول، ولازم نحسن علاقتنا بيها، ويبقى لنا علاقه قويه بيها، لان طبعا في الاخر دي علاقات تستمر الى يعني مصالح. في هذا المكان لازم اسالك على صندوق النقد الدولي، وكان في قرار اجتمعتم عليه بان انتم ما تروحوش الاجتماع، والحقيقه يعني كان في راي اخر بيقول لا، كان لازم نبقى موجودين في الاجتماع حتى لو كان في قله كياسه او قله يعني ذوق زي ما بيقولوا في تقديم الدعوه، لكن احنا مصر كان لازم تكون موجوده. ليه؟ هل انت موافق على ان انتم ما روحتوش؟ انا كنت حقيقه صاحب الفكره كمان ان ما نروحش، مش بس موافق كمان، لان انا محافظ مصر في صندوق النقد الدولي. ايوه، الاسلوب اللي تمت بيه التعامل مع مصر، ما احنا لازم نحط دلوقتي احنا نحترم جميع الدول، ونحترم جميع المؤسسات الدوليه، وعلاقتنا بيها مهمه جدا. لكن في نفس الوقت عشان احترم الدول دي، لازم احترم كدوله زي مصر. لا يمكن ان يجي يقول لك لسه هنشوف ونرد عليكم، وتعمل الكلام ده مع مصر الحقيقه يعني كان غير مقبول تماما، وما اتعملش يعني دون امثله على دول انا ما سمعتش عنها حتى، يعني ادور عليها في الخريطه يعني، اصل دي اتعملت مع دوله فلان ودوله فلان. فالحقيقه وانا كنت متاكد ان هم هيجوا يقولوا لنا اتفضلوا، وكنا متاكدين من هذا، واتقلنا من بعض المعلومات الداخليه. لكن الحقيقه الاسلوب ما كانش فيه كياسه في التعامل مع مصر، الى جانب الحق يقال ان هو برضو احنا الصندوق في الفتره اللي فاتت، حتى في شهر 4 وشهر 3 ورحنا اجتماعات الربيع، ما كانش فيه وجهه النظر يعني انا شايفها كان فيها نوع من السياسه شويه. ما كانتش موضوع اقتصادي بحت. يعني جيت في شهر 5 اقتنعت ان الصندوق الوقت غير مناسب بالنسبه له. وبعدين انا داخل لازم اما يجي الصندوق يتعامل مع دوله فيها ثوره، لا يمكن يحط لي مقاييس زي ما يجي يتعامل مع دوله زي اليونان او زي اسبانيا. مع الفارق ان مصر وضعنا كان اقوى بكتير من هذه الدول، لان انا ما كانش عندي مشكله جهاز مصرفي. اليونان كان عندها جهاز مصرفي وقع، اسبانيا جهاز مصرفي فيه مشاكل كتير، البرتغال، انا كان عندي جهاز مصرفي قوي باعترافه. ما اقدرش ان انا اجي في يوم وليله في وسط ثوره اعمل اجراءات تقشفيه عنيفه، لا الحكومه السابقه ولا الحكومه الحاليه تقدر تعمل الكلام ده. دي لازم تبقى خطه تتعمل على يبقى فيها بعد اجتماعي واقدر اغطي الناس في الكلام ده. فلما جه الصندوق اتعامل معانا بهذا الاسلوب الحقيقه ما تقبلناش كده. وانا هقول الحقيقه حاجه، في بعض الاشخاص ما هياش دول ولا حاجه زي ما بتقول، في بعض الاشخاص داخل الصندوق موقفهم معانا كده عايب شويه. لكن من اول كريستين ولا لا؟ بالعكس، كريستين لاجارد من 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 الناس اللي بتحب مصر جدا. الفرنسيين بطبعهم بيحبوا مصر جدا، وهي فيري سبورتيف لمصر، بس طبعا التيم اللي عندها والمعلومه، ومعظم مساعدينها امريكان. انا لا اظن ان الامريكان كان لهم دور سيء في هذا الموضوع، بل بالعكس بعض المسؤولين اللي في الصندوق اللي عايز يعمل نفسه بطل يعني، موظفين يعني، مش عايز اقول اسمه لان انا بتعامل معاه يعني. لكن الحقيقه في الاخر بعد ما خدنا الموقف ده، ما في، احنا هنستمر في علاقتنا معاهم، والتصريحات طلعت ايجابيه جدا، واحنا كمان علاقتنا بيهم مهمه جدا، وعلاقتنا بالصندوق. يمكن توقيت القرض دلوقتي ما هوش مناسب بالنسبه لنا،
لكن في يوم من الايام ممكن يبقى مناسب. وبالتالي زي ما السيد رئيس الوزراء قال انتم ذاهبون وممكن قوي تروحوا في الربيع القادم. هنروح ان شاء الله لاجتماعات السنه. لا خلاص ما في الربيع مش هيبقى في مشكله، مش هيقولوا لنا نفس الكلام يعني. اسمح لي نخرج فاصل وبعد الفاصل هنتكلم على كيف يرى محافظ البنك المركزي بقى الخروج من المأزق. عندهم مجموعه من المبادرات وازاي بيفكر في الوضع الاقتصادي، كيف يمكن دفع عجله الاقتصاد بشكل اكبر، بشكل يعني يستطيع ان يتعدى معدل التضخم و يقلل من معدلات البطالة. اهلا بكم، نواصل حوارنا مع السيد محافظ البنك المركزي الاستاذ هشام رامز. قبل ما اسالك عن التضخم وده جزء اساسي من عمل البنك المركزي، ليه في ايادي مرتعشه؟ ليه في احساس انه القرارات لا تؤخذ؟ ان في هذه الحكومه تجمع مجموعه الحقيقه من اقتصاديين من افضل الاقتصاديين عندنا، ليه القرارات لا تتخذ؟ ليه في ايادي مرتعشه؟ الايادي المرتعشه مش في البس الوزاره في جهاز الدوله كله، اي موظف خايف يمضي على اي حاجه، لان دلوقتي ما هو احنا قلناها حتى دلوقتي كلمه دار المال العام دي بقت كلمه واسعه جدا، واي حد معدي يقدم شكوى في اي حد تتفتح تحقيق ومش عارف ايه، وفي الاخر واي حد يقدم فيه بلاغ مفيش مستندات. يعني هو القانون ان انت ما حد بيقدم حاجه بالحق، اي مواطن يقدم شكوى في اي حد بس يكون معاه مستندات، فجهه التحقيق تبص في المستندات وتشوف انها سليمه ولا لا قبل ما ايه تروح تحقق في الموضوع، بتحط ضغط على جهات التحقيق المختلفه وفي نفس الوقت بتشل السيستم نفسه. طب الحل بقى الخروج من هذا لازم الأمر. حمايه المسؤول العام، ولازم كلمه اداره مال عام دي تبقى كلمه محدده، يعني اداره مال عام دي لما يكون واحد حط فلوس في جيبه استفاد شخصيا، لكن خد قرار اداري، لما ياخد قرار اداري يتحتمل الصح او الخطا. لو انت جيتي بصيتي على قرار اتاخد من سنتين ثلاثه الدنيا دلوقتي اتغيرت، تقولي لا ده كان حياته ياخد القرار الفلاني. ده كده عمل قرار غلط ويخش في قضيه وسجن، فاي مسؤول للاسف يعني بيجي دلوقتي يفكر ألف مره قبل ما ياخد قرار جريء، وده اكتر حاجه توقف اي بلد. لازم يبقى عندنا القانون يحمي المسؤول طالما ان هو بياخد قرار وقرار اداري والقرار يحتمل الصح او الخطا. طب ايه المقترحات اللي قدمتها للجنه الاقتصاديه في الفترات الاخيره؟ لا انا طبعا مش راي القانون، فانا انا بتكلم على الفكره نفسها. نعم. ان لازم يبقى في حمايه للمسؤول، لازم كلمه اداره مال عام دي تكون محدده. اي القوانين دي لازم تعديلها. احنا عندنا اساتذه قانون كتير والقضاء في مصر مليان اساتذه. تعتقد ان تعديل التشريعات الخاصه بالاستثمار والخاصه باداره المال العام اهم كثيرا من تعديل التشريعات الخاصة بالإرهاب والتظاهر وما إلى ذلك؟ طبعا الاقتصاد يعني طبعا الأمن حاجة شيء طبعا. أساسي جدا إن هو الاقتصاد مش هيتحرك من غير أمن، بس برضو في نفس الوقت ما نقدرش نهمل الجانب المهم جدا الجانب الآخر وهو الاقتصاد الاستثمار. ما احنا لازم محتاجين استثمار، مش ممكن بلد بالفرص دي كلها تقول الاقتصاد بتاعها يجري من غير استثمار. والاستثمار كلمة فيها حاجتين، استثمار محلي واستثمار أجنبي. والأجانب عندهم العرب بالذات عندهم مشاكل كبيرة، والمصريين عندهم مشاكل. ما انا عندي مستثمرين مصريين كتير، لازم احل مشكلته، لازم احط قانون يحميه لما يخش يستثمر، طالما كل الاجراءات تم اتخاذها بشفافيه تامه ما اقدرش ارجع عليه. طب هنا بقى دور البنوك في حل مشاكل الاستثمار، وهنتقل لقطاع السياحه وده قطاع انت مهتم بيه بشكل جداً. اساسي، لكن لسه في ناس من السياحه بتشعر ان عندها مشكلات مع البنوك، اولا عملت ايه في لحل مشكلات شركات السياحه؟ احنا طبعا عملنا مبادره من شهر 3/4 ان احنا مدينا الاستحقاقات، لان طبعا شركات السياحه خارج عن ارادتها اللي بيحصل ده كله. مدينا لهم سنه وطلبنا من البنوك ان هي تمد سنه للشركات المتعسنه الشركات على اساس ما تعملهاش داون جريد، يعني ما تنزلهاش في الدرجه وتقدر تمولها كمان في الفتره دي. في بنوك كتير عملت كده مع العملاء بتاعتها. طبعا انا شايف ان السنه دي هتخلص في شهر فبراير اللي جاي، انا ان شاء الله ناوي ان انا امد الفتره دي كمان لشركات السياحه لغايه لما تبتدي الحركه تقوم اكتر، وانا متوقع لان ده من اهم القطاعات للاقتصاد المصري. ماذا عن المصانع المتعثره؟ واعتقد هم شغالين عليها طبعا، انا حتى وزير الصناعه كنا بنتكلم لسه النهارده في الموضوع ده، واحنا شغالين عليها برضو مع البنوك ان احنا نشوف ايه المصانع. في فرق بين مصنع متعثر نتيجه يعني مشاكل مؤقته، وفي فرق مصنع متعثر من زمان انه استخدم الفلوس غلط واستثمرها في حاجات، اشترى اراضي لنفسه وساب المصنع وبعدين يجي يقول لي مولني طبعا، او صناعات خلاص يعني اوبسوليت يعني صناعات انتهت.
فلكن احنا طبعا القطاع ده مهم جدا بالنسبه لنا وشغالين عليه. الفتره الجايه هنطلع برضو بيه في حاجه مع البنوك ان احنا نقدر نحرك بتاع البنوك نفسها. دلوقتي شايفه ان في حركه في الاقتصاد فشايفة ان هي فرص ان هي الناس دايما تقول بس برضو حركتها بطيئة. البنوك برضو خايفة، البنوك عايزة تحقق ارباح وده حقها طبعا، فبرضو احساسها انه وزون الخزانة تظل هي الامان وزون الخزانة حاليا ما تعتبرش مكسب للبنوك بقى. انا ما نزلت الفايدة والاسعار نزلت بالطريقة دي ما هيش مكسب له. لو مكسبه دايما هيبقى ان هو يسلف وياخد العمولات بتاعت الاعتمادات والعمولات المختلفة، ده المكسب الحقيقي يعني، بيطلع اكتر بكتير من نحطه في اذون خزانه. اذون خزانه دي بتعتبر ان هي زي فتره قصيره الاجل او بيشتري سندات طبيعي انه يكون عنده محفظه، لكن في الاخر طبعا انه يسلف اهم بكتير وبيكسب اكتر بكتير. ده ليه زي ما قلت لك الارقام، احنا زادت ارقام الاقتراض زادت بمعدلات اكتر من النمو الاقتصادي نفسه. لما النمو يبقى 1.5% وانا معدلات الاقتراض بتاعتي زادت ب 8-9% في سنه، ده طبعا دليل ان البنوك شغاله. طيب اذهب للتضخم، والتضخم مشكله كبرى. ليه مش قادرين او مش قادر البنك المركزي السيطره على معدلات التضخم؟ لا، هو البنك المركزي له دور كسياسه نقديه، بس ده غير ده في سياسه برضه الماليه. يعني طبعا ما فيش شك ان كل ما عجز الموازنه بيزيد كل ما يكون له تاثير على التضخم. اسعار السلع والخدمات النقل والكلام ده كله وعدم المنافسه في الاسواق. يعني انا هديكي امثله لاسعار، مثلا اللحمه مثلا في مصر، انا بتكلم على الاسعار الرسميه زادت بمعدل الرسمي 5.5% من اول السنه مثلا لحد دلوقتي. الاسعار اللحمه في العالم واحنا بنستورد نزلت 11%. نزلت 11%. ففي ناس هتروح ترد، طبعا في ناس شاطرين قاعدين بيتفرجوا على البرنامج يقول لك ما الدولار طلع. ماشي، طب الدولار طلع بكام؟ ب 10%؟ طب خلينا يبقى ما نطلعش ب 5%. هتيجي مثلا تبصي على الدواجن، الدواجن اسعارها عالميا لغايه اغسطس انا بتكلم طلعت 8.5% عالميا، في مصر طالعه من اول السنه لغايه اغسطس تقريبا 28%. طب ايه 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 السبب في هذا الفرق في الاسعار؟ هو الفرق في الاسعار لعدم كفاءه الديستريبيوشن شانلز، التوزيع، شبكه التوزيع الداخلي. فعدم ودي ده دور بقى الدوله لازم ان احنا نعمل عليه، نعمل زي الميجا سوبر ماركتس الكبيره، نعمل مناطق بيع في كل حته في موجوده في المحافظات المختلفه في جوه القاهره في كذا حته، زي عندك الهايبر ماركتس والكلام ده. الاسعار في الهايبر هتلاقيها ارخص، اسعار اللي هي سوبر ماركتس الكبيره هتلاقيها ارخص من البقال ساعات، لان عنده بضاعه كبيره قوي في مكان واسع. فلازم اخلق الاماكن دي زي امريكا وزي انجلترا والحتت دي، ابتدي اخلق اماكن توزيع اكبر. لحد ما اخلق اماكن توزيع انتوا اعتقد عندكم مبادره ان الدوله تدخل. طب اكملك بقيت شويه، اسعارها هتتخضي. اسعار السمك والحاجات دي طلعت بره تقريبا 5%، احنا طالعين 20%. الرز بقى، الرز احنا ما بنستوردوش، احنا بننتج، رز وعندنا ميه ما شاء الله ببلاش. الرز طالع لحد دلوقتي من اول السنه 23%. العالميا الرز نزل 18%. فمحدش يقول لي الدولار ومش دولار ما بستوردش رز. ايوه، هنا دي شبكه التجار ولا التوزيع طبعًا ولا طبعًا الجشع ولا ايه؟ شبكه التجار وشبكه ان برضه لازم يكون ليا دور كدوله اكتر، وان انا رجوعا لموضوع المجمعات السكنيه اللي احنا اتكلمنا فيه، مجموعه اقتصاديه. وانا حقيقه كنت يعني مع زملائي الوزراء اتكلمنا في موضوع ان احنا يبقى نرجع دور المجمعات السكنيه. طب ازاي يرجع دور المجمعات السكنيه؟ السلع اللي موجوده دي سلع رديئه جدا الموجوده. لا، ما هو في بقى خطه ان احنا الدوله نفسها، انا بنافس بقى وبنافس للطبقه اللي هي محتاجه، اللي هي بنتكلم على 30 40 مليون، ابتدي استورد الحاجات الاساسيه واملى المجمعات دي، اعمل حاجه اسمها العرض. زياده العرض بيأثر في الاسعار على طول. فالعرض والعرض واماكن التوزيع، المجمعات في شبكه كويسه جدا عندنا وممكن تزيد، لانك عندك حاجه اسمها التعاونيات، بس المهم الرقابه على هذه الاماكن. تبتدي تستوردي بقى الحاجات الاساسيه، بنتكلم لحوم مجمده، فراخ مجمده، تستوردي عدس، فول، زيوت. بس انت ضد فكره الاسعار التسعيره الجبريه؟ لا طبعا، انا ضد هذا، انا ما انا ما انا انا غير مقتنع بموضوع ان انا اجبر حد. اللي بيحدد سعر السوق العرض والطلب، فانا العب في دور العرض كدوله. انا استورد وانا مش بنافس القطاع الخاص، انا لاعب زيه وببيع ومش بدعم، انا بستورده بس بعمل ببيع بالتكلفة زائد مصاريف الإدارية. والعجلة شغالة، هتبتدوا تعملوا ده؟ شغالين عليها، والحقيقة الوزراء المختلفين، وزير الاستثمار مع وزير التموين
شغالين على الموضوع ده، وانا كمان كمركزي بساعد بايه بتوفير العمله يعني. العشوائيات كان عندكم مبادره اخرى ايضا من البنوك، الحقيقه دي كانت مبادره من اتحاد البنوك وانتوا دعمتوها لتوفير 200 مليون جنيه على ما اعتقد لتطوير عدد من العشوائيات. واتفقنا مع الوزير عادل لبيب انه يحدد مناطق معينه هو عايز فيها ايه، البنك عايز او مجموعه البنوك تخش تاخدها من اولها لاخرها وتخلص العمليه. يعني مثلا الموضوع ده الحته دي محتاجه صرف، الحته دي محتاجه ميه، فالبنوك لازم تقوم بدور، لان احنا البنوك لازم يكون ليها دور اجتماعي. ما شاء الله البنوك بتكسب كويس قوي، فلازم يبقى ليها دور اجتماعي، والحقيقه كلهم متحمسين لهذا. بس هو عايز يديله مشروع، واحنا بنسميه ايه يعني تيرنكي اوبريشن، اخد الحته دي واعملها واخلصها. هتبتدوا امتى؟ احنا جاهزين، احنا مستنيين المشاريع من معايا من الوزير اسكان لا عادل لبيب، وهو الحقيقه راجل نشيط جدا يعني. كنا بنتكلم في بدايه الحلقه عن ان الدوله لديها ادوات اخرى تستطيع انها تستخدمها تنشط بيها الاقتصاد، وايه هي الادوات اللي احنا عندنا كدوله؟ بس الخوف من القوانين، ما هو زي اللي هي نظام اللسع من الشرب ينفخ في الزبادي، وموضوع الخصخصه ومصيبه واحد. احنا عندنا الدوله تملك اصول بارقام كبيره جدا غير مستغله. لازم اداره لهذه الاصول، اداره واحده لهذه الاصول. الاصول دي مش لازم انا كل حاجه كدوله ان انا اعملها، اخصخص يعني اعملها زي ليسنج مثلا. زي ايه الاصول دي لو تشرح؟ اراضي في مناطق عبقريه باسعار كبيره جدا، وانا عندي الاراضي دي وما بعملش فيها حاجه، مقفول عليها بسور ومش عارف ايه. طب ما انا احدد بقى الحتت دي تتعمل فيها مشاريع، تتعمل فيها، واخلي القطاع الخاص مشاركه مع القطاع الخاص في قوانين محطوطه قويه للكلام ده كله. نبتدي بلاش تبيع الارض، بلاش كلمه من نبيع انت الارض، حق انتفاع 99 سنه والكلام ده كله، وتبقى مشاريع. يبقى هتكسبي حاجتين، هيبقى في فلوس هتخش البلد، واحنا بنتكلم على اصول بارقام كبيره جدا تحل لنا مشاكل كتير جدا. بس لازم احط القوانين اللي تحمي المسؤول عشان يقدر ياخد القرار، ويبقى في شفافيه كامله. لو انا دخلت بقى المشاريع دي، اولا هتخلق لي فرص عمل، ما هو اي مشروع يعني ناس بتشتغل، وانا كاقتصاد من ضمن الدور الاساسي، مش ان انا بس اقول انا عايز اقلل عجز الموازنه. الحكومة بتعمل على الاثنين، بتعمل على تقليل عجز موازنة وخلق فرص عمل، دي أهم حاجة. كل ما أخلق فرص عمل ده استقرار اجتماعي واستقرار اقتصادي، وبعدين أقدر أبص بقى على المشاكل المزمنة اللي هي زي الدعم، لا يمكن نستمر في هذا الدعم. الحاجة الثانية لازم اللي هي الثروة اللي عندي كدولة، السياح. أنا عندي أحلى شواطئ في الدنيا، وعندي كل حاجة ممكنة، أبتدي أجي، وده الحكومة بتعمل على هذا في حتت كتيرة جدا. بس بلاش بقى نعمل شغل المقاولين، يعني مثلا ايه، اجي ابني حته، ابني لوكاندا هنا ولوكاندا هناك، لازم في رؤيه ماستر بلان، اجي لحتت معينه، اجي اعمل ماستر بلان، اجيب احسن ديزاينر في العالم يعمل لي ماستر بلان لمنطقه زي عندنا مناطق جميله جدا في البحر الاحمر وفي مرسى علم والى اخره. ابتدي اعمل الكلام ده كله واجيب المستثمرين واحدد، عملت الماستر بلان، انت لو عايز تشتري هنا تعمل كذا كذا كذا، دي دخلك فلوس كتير جدا. السياحه اولا هتشغل مقاولات وهتشغل عماله، والسياحه دي بتشغل 12% من العماله وتاثير غير مباشر 25%. هل وانت بتحضر اجتماعات المجموعه الاقتصاديه تشعر ان في اولويه لتعديل هذه القوانين؟ ايوه طبعا في ده اكيد فيه، بس انا الوزير ولا رئيس الوزراء ولا مش احنا اللي بنعرف نتكلم في التشريع. احنا عندنا اساتذه القانون في مصر وقضاه مصر وكلام، لازم نحط ايدنا في ايدهم وهم ينظروا المشكله، نشرح لهم المشاكل. استاذ تكليف لوزاره العدل ان وزاره العدل تعد هذه القوانين، ونستعين بالخبرات القانونيه الكبيره اللي موجوده عندنا في مصر، ونبتدي نحط التشريعات اللي هي تحمي الدوله وتحمي حقوق الدوله وتحمي المستثمر وتحمي متخذ القرار. امتى هيكون هناك رئيس للمصرف العربي الدولي؟ طب انا يعني ما انا لسه عم اخلص البنك الاهلي، البنك الاهلي ولسه مخلص البنك الاهلي، ده قصه. وحاطط نائب محافظ. المصرف العربي الدولي عندنا مكانين، مكان لعضو منتدب ومكان لرئيس مجلس الازهر. فان شاء الله انا شغال على قريب يبقى في مكان لعضو منتدب مصري يضاف، بس طبعا بناخد اجراءاتنا وكده. بالنسبه لرئيس المصرف لسه الخطوه دي يعني برضه بدرسها يعني.
مش متشال لحد يعني. لا 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 مفيش حاجه اسمها متشال لحد. انت واجهت في السنه سنه حكم مرسي محاولات لاختراق البنك المركزي، عدد من المحاولات. كان في محاوله ان مثلا عبد الله شحاته يكون في عضو في مجلس اداره البنك المركزي، كان في محاوله لرفض تعيين استاذ عكاشه رئيسا للبنك الاهلي. قول لنا كيف واجهت هذه المحاولات. لا اقول لحضرتك حاجه، انا الحقيقه يعني دايما بتعامل كبنك مركزي، انا لست طرف سياسي. فما كانش بتعامل مع يعني المسؤولين اللي كانوا موجودين في هذا الوقت، كانت العلاقه التعامل فيه احترام وكل حاجه. طبعا في مثلا ايه بنرشح فلان برفض انا مثلا، مش على شخصه، انا مش هحط عمري عضو في مجلس اداره في البنك المركزي سياسي، لان البنك المركزي ليس سياسي، انا محافظ لكل المصريين بجميع بتاع ده وللاجانب وناس تطمن على فلوسها كده. بالنسبه للبنك الاهلي كان في اختلاف وجهات نظر، ان انا وانا كنت شايف ان وجهه نظري ان هشام عكاشه ان هو الكفء لهذا المكان، وكنت مصمم على رايي. وهم كانوا رافضين، ما كان في تاجيل يعني مش رافض، لكن انا برضو ما اتفرجتش على احد حق يقال. والضرايب ايضا كمان طبعا الضرايب كان في اختلاف طبعا، والحقيقه في الاخر برضو تم تنفيذ الطلب بتاعي. انا ما كانش عندي مشاكل معاهم مع اي يعني كتعامل، انا ليا طريقه معينه وبتعامل ان انا مستقل، ولحد دلوقتي عندي بيبقى في مشاكل زي الدستور. الدستور ما خدوش راي البنك المركزي ولا الجهاز المصرفي في الشق الاقتصادي، اي حاجه تخش الشق الاقتصادي، والحقيقه مذهول من الكلام ده. يعني مثلا بيجي يقولوا، انا سمعت يعني طبعا مش عارف الحقيقه، انا حكايه الضرائب التصاعديه، لا 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 دي مش ضرائب، انا ما بتكلمش على الضرائب، بتكلم على البنك المركزي. يقول لك المحافظ البنك المركزي يجوز عزله باغلبيه مجلس الشعب، ده طبعا اللي بيقول الكلام ده يعني بقى محافظ البنك المركزي. اولا محافظ البنك المركزي ده مستقل ولا يعزل في بلاد كثيره جدا. انا بالنسبه لي انا ان شاء الله اخلص مدتي وخلاص، مش بطمع ان انا استمر مده طويله يعني في العمل العام. لكن اما تقولي ان اغلبيه مجلس الشعب يعزل محافظ البنك، يبقى انت خليتي محافظ البنك المركزي حزبي. طبعا الحزب الاغلبيه، يبقى هو عايز يرضي الحزب الاغلبيه. طب ايه، خد راي البنك المركزي. محافظ البنك المركزي كان لا يعزل لغايه لما للاسف الشديد عشان خلاف بين احدى رؤساء الوزراء من فتره مع احدى المحافظين، شال البند من محافظ البنك المركزي لا يعزل. ده كلام مش بقول. محافظ البنك المركزي، استقلاليه محافظ البنك المركزي مش مايش برستيج ولا منظر، دي لطمانه المضايقين. لبنان رغم كل اللي حصل في لبنان وكان عندهم حرب اهليه، جهازهم المصرفي كان قوي لانه كان مستقل استقلال تام عن السياسه. في نهايه هذا الحوار، ماذا تقول للناس عن الوضع الاقتصادي؟ في امل في نهايه هذا النفق؟ ده اكيد ان في امل، بس الامل ان احنا يبقى في عمل. الامل ان احنا نخلق البيئه احنا كمان نفسنا ان احنا نعمل، مش بس نطلب. الاجور زادت بارقام جامده جدا في الموازنه، ماشي الناس ليها حق، للناس كان في كانت بس نشتغل نساعد على العمل. طبعا في امل، وعندنا ادوات كتيره جدا لو ركزنا فيها. والدليل اللي فيه امل، انا هقول لك حاجه يعني احنا لما قامت الثوره في يناير 2011 حسبتنا الفنيه ان لا يمكن نستحمل اكتر من 9 اشهر، سواء احتياطي سواء كل حاجه، والبلد كملت لغايه النهارده، وانت بتلاقي كل حاجه موجوده، كل حاجه موجوده في السوق. صحيح غليت الاسعار، غليت ودي حاجه لازم نحاربها، لكن كل حاجه موجوده، لان الاقتصاد المصري في حاجه اسمها الاقتصاد غير رسمي، اللي هو عيب خطير عندنا، بس ده افاد الدوله في فتره من الفترات. فلو قدرتي تضمي الاقتصاد الرسمي الغير رسمي الاقتصاد الرسمي وتمشي على نمط معين، وابتديتي تعالجي، ولازم نعالج العجز الشديد والدعم بالارقام الضخمه جدا اللي احنا ما نقدرش نكمل بيها ونوصل ده، في مين بيحس بالدعم؟ صحيح. مفيش حد بيحس بيه. فلازم يبقى في خطه ونبقى قلبنا جريء شويه وناخد قرارات ان الدعم يوصل، ان شاء الدعم النقدي يوصل للناس اللي محتاجاه، ونبتدي نحرر الاسعار شويه ونحرك في، بس ادي ناس فلوس اللي هي غير قادره عشان تقدر تعوض، عشان ما تتاثرش باي تحريك. فلازم نبص لكل الكلام ده كله. عندك الاستثمارات، في ناس كتير جدا مستثمرين مستنيين فرصه يستثمروا في قطاعات كتير، البترول والسياحه. نعم. والى اخره، يعني بنوك، في ناس كتير عايزه، بنوك كتير عايزه تخش مصر، لان البنوك بتعمل ارباح في مصر احسن من في اوروبا واحسن من اي دوله. يعني
بالعكس في فرص فيه، بس لا يمكن ان احنا نقعد مستنيين وما نتحركش والدنيا هتبقى كويسه. لكن الحمد لله الدنيا ماشيه وتقدر، بس نقدر نمشي احسن من كده بكتير. يعني نقدر نمشي احسن من كده بكتير. لازم نعدل التشريعات الخاصه بالاستثمار، خاصه بالموظف العام، والناس لازم تشتغل طبعا، والقانون لازم يحترم ولازم يحمي المسؤول ويحمي المستثمر. هو ده الحل وده اللي هيشجع الاستثمار في مصر، وانا شايف ان ده هيحصل ان شاء الله وبيحصل. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ هشام رامز محافظ البنك المركزي. دايما في امل، لازم نشتغل تعديل القوانين، والحقيقه القوانين محتاجه تتعدل بوتيره اسرع شويه. فكره البطء في التعديل ده برضو في قوانين اقتصاديه مهمه جدا بنفس اهميه القوانين السياسيه، سواء التظاهر او مكافحه الارهاب اللي معظم قانوننا قالوا ان هو ليس لهم حاجه في هذا الوقت. بشكرك شكرا جزيلا. بشكركم اعزائي المشاهدين، نتقابل يوم السبت باذن الله، وهذه لميس الحديث. تحييكم، تصبحوا على خير.